السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذا العرض للإجابة على سؤال من بين الأسئلة التي أتوصل بها على الخاص من أساتذة يطرحون قضايا بيداغوجية وديداكسيكية، وأيضا من آباء وأمهات يطرحون بعض الأسئلة حول بعض الصعوبات النفسية والصعوبات التعلمية التي تواجه أبناءهم. من جهتي سأخصص سلسلة للإجابة على هذه الأسئلة، ولا تترددوا في طرح أسئلتكم على الخاص على البريد الإلكتروني الذي ستجدونه في أسفل هذا الفيديو، وأعدكم بأنني سأولي الاهتمام اللازم لهذا الأمر. إذن قبل تطرق لموضوع اليوم أو سؤال اليوم، أطلب منكم الاشتراك في القناة للتوصل بالجديد ولدعم القناة على الاستمرار في العطاء. إذن سؤال اليوم هو سؤال تقليدي وكلاسيكي، غالبا ما يطرحه الكثير من الأساتذة ويلجأون إلى هذه التقنية، هي هل يمكن اعتماد مبدأ المنافسة لتحفيز المتعلمين للانخراط في عملية التعلم؟ طبيعة الحال أنه مبدأ المنافسة هو مبدأ تقليدي، هو مبدأ قديم معتمد في التدريس، وبالتالي أنه يمت بصلة إلى ما يمكن تسميته بالبيداغوجية التقليدية. لكن مبدأ المنافسة في البيداغوجيات المعاصرة، في البيداغوجية البناء والنشطة، أنه أصبح مبدأ لاغيا، بمعنى لا قيمة بيداغوجية له. سأوضح ذلك فيما بعد، ولكن بداية لابد من التمييز بين بعض العبارات أو بعض المفاهيم التي تتجاور فيما بينها وتتداخل على مستوى المعنى، ولكن هناك بعض الفروق أو بعض التمايزات الدلالية الدقيقة. حينما نتحدث عن المنافسة نعتبر بأن المنافسة طريقة للتحفيز، والتحفيز لابد من تمييزه عن الحافزية. الحافزية هي استعداد يوجد عند المتعلم، بمعنى نقول للمتعلم حافز أو عند المتعلم حافزية، بمعنى أن لديه استعداد أو قابلية ذاتية لكي يدفع نفسه للانخراط في عملية التعلم. في حين أن التحفيز هو فعل يقوم به طرف آخر لكي يدفع المتعلم نحو الإقبال على عملية التعلم. هنا يمكننا نلاحظ هذه القوة بأن الحافزية ستان برانسيب لي انترانسيك، في حين أن التحفيز هو ستان برانسيب لي اكسترانسيك. هنا يمكننا نلجأ للفيزياء، مثلا نمشيو عند الفيزياء الأرسطية، لأن الفيزياء بطبيعتها هي علم يدرس الحركة. وإذا عدنا مثلا عند أرسطو في الفيزياء الأرسطية، مثلا مشينا عند أرسطو في الكتاب ديالو ديال لا فيزيك، هو من أهم الكتب التي كتبها أرسطو، الذي ترجمه العرب بالسماع الطبيعي، أن أرسطو يفصل في أنواع الحركة ويقدم لنا نوعان من الحركة أساسية. هناك حركة ذاتية، بمعنى أن تنبع من المتحرك، ونقول أن المتحرك بذاته هي اللي كنسميها أوتو موبيل، أوتو موسيون، جات منها أوتو موتيفاسيون. وهناك صنف آخر من الحركة اللي هي حركة خارجية، أو يسميها أرسطو الحركة القسرية، بمعنى هو أثر قوة خارجية على شيء تدفعه للتحرك، وبالتالي هذا غادي نسميه عملية تحفيز. دونك إلى بغينا نعتبره التحفيز أو الحافزية، غادي نقولوا بأن واحد النوع من الدافعية، واحد النوع من الحركة للإقبال على واحد المادة اللي هي التعلم. إذا هذا الإقبال على التعلم يا إما أن يكون نابعا من المتعلم، أو أن المتعلم يكون مدفوعا من طرف المدرس لكي يقبل على هذا التعلم. هنا دونك اون بو بارلي على دو تيب دو موتيفاسيون،
إما موتيفاسيون إكسترينسيك ولا موتيفاسيون إنترينسيك. بون هنا غادي نلاحظوا بأنه المتعلمين في واقع الأمر في هذه العملية ديال 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 الإقبال على التعلم غادي نلقاو بأنه عندنا جوج ديال أصناف ديال المتعلمين. هناك صنف من المتعلمين لديه حافزية أو رغبة داسية أو حركة داسية في الإقبال على التعلم، بالرغم أن هذا الصنف من المتعلمين هو أقلية، وغالبا نجد أن المتعلمين الذين ينخرطون في التعلم ويبدون حافزية داسية أو إقبال داسي على التعلم هم التلاميذ الذين لديهم قدرات، وهم الذين يمكن أن نعتبرهم أنهم متفوقون، بمعنى عندهم واحد الأوتوماتيزم، عندهم واحد البيلوت أوتوماتيك يدفعهم إلى إقبال على التعلم. علاش؟ لأنهما إل سوفوا، لأنهم يرون أنفسهم على أنهم سون دي زالاف، بمعنى دي بون زالاف، إلوغ ميتي مهنتهم هو التعلم، وبالتالي أنهم يقبلون ويحبون ما يقومون به أو مهنتهم اللي هو التعلم، وبالتالي سنجد لديهم حافزية واهتمام قد يكون أحيانا مبالغا فيه في التعلم، ولكن كما قلت بأنه أقلية. ولكن غالبية المتعلمين أنهم ليست لديهم حافزية، بل أنهم يحتاجون إلى التحفيز، بمعنى علينا أن ندفعهم إلى التعلم دفعا. وهنا سنجد أن هذا الصنف في واقع الأمر أي الصنف الثاني الذي يحتاج لأن ندفعه إلى التعلم، وأيضا يتضمن نوعين من المتعلمين. هناك متعلمين لديهم قدرات، لديهم قدرات ويمكنهم أن ينخرطوا في عملية التعلم، يحتاجون فقط إلى عملية دفع، وبالتالي يمكنهم أن ينخرطوا في عملية التعلم، ولكنهم يحتاجون إلى هذا الدفع. لماذا؟ لكون أن لديهم اهتمامات أخرى أحيانا توجه رغباتهم نحو أمور أخرى غير التعلم. نعطي مثال، أنه كاينين بعض التلاميذ اللي عندهم أن بوتونسيال، اللي عندهم دي غوسورس pour intégrer l'apprentissage، ولكن ربما عنده اهتمامات بلي جو فيديو ولا بالكره ولا شي حاجه اخرى اللي ربما كتكاناليزي لينيرجي ديالو، كتكاناليزي لو ديزير ديالو فغ هاد الامور هادي، وبالتالي تكون عنده دافعيه ضعيفه للتعلم بالرغم ان لديه امكانيات، ولكن يحتاج لان ندفعه، وحينما ندفعه انه ينخرط، ولكن سرعان ما فا ديكروشي، عاوتاني خصنا دائما نبقاو ندفعوه. وكاين النوع الثاني من المتعلمين الذي لا يمتلك اصلا امكانيات او قدرات او الموارد لكي ينخرط في عمليه التعلم، وهؤلاء التلاميذ انهم من يواجهون صعوبات تراكميه في التعلم. على كل حال، لنعود الى الصنف الاول والذي قلنا بانه هو الذي يمتلك الحافزيه للتعلم. علينا ان نعرف ان هذا الصنف أولا يقبل على التعلم لكون أن هذا التعلم بالنسبة إليه هو فرصة لكي يحسن ويعزز صورته الاجتماعية بين زملائه في القسم، لدى المدرسين، وأيضا لدى أسرته، c'est-à-dire il cherche à embellir son image sociale. يكون أنه كلما انخرط في عملية التعلم وحصل على نقط إيجابية أي على نتائج إيجابية، أن ذلك مفيد له في تحسين صورته الاجتماعية، c'est-à-dire la disposition et la situation sociale. D'autre part، هذا النوع من المتعلمين في واقع الأمر أنه عنده واحد بتي كوميرس مع ليغو ديالو، لانه يعزز ثقته بذاته من خلال انخراطه في عمليه التعلم. وحينما نقول انا ليغو، خصنا نعرفوا بان ليغو كيتغذى من المنافسه، ليغو كيتغذى من المقارنه، وبالتالي ان ليغو يشارج توجور دي فيكتوار، وكل ما ان الانا دخل في منافسات ودخل في مقارنات ودخل في مبارزات وحصل على
انتصارات ونجاحات فإنه يعزز ثقته بذاته. بالتالي أن هذه الفئة من المتعلمين سوفون أنهم يكونستخويز لور إيغو وبالتالي أنهم دون نوتر مانيار كيدخلوا في إن بوتيت كار سوسيال بارابور أوز أوتر. علاش؟ لأنهم كيبغيو يتميزوا على هذوك المتعلمين الآخرين وبالتالي باش يربحوا واحد المعركة اجتماعية اللي هي معركة صور. دونك هاد الفئة من المتعلمين تكون من جهة أخرى عندها التزامات عائلية نظرا لكون أن الآباء يشترطون ويطلبون نقاط جيدة وبالتالي أنهم يدخلون في هذا النوع من التجارة في هذا النوع من المقايضة مع أسرهم بالحصول على نقاط متميزة على درجات متميزة حتى يحافظوا على امتيازات أو على نوع من الرضا أو على نوع من لا فاليداسيون شي لي بارون. نوع أو قلنا أن الصنف الثاني هو من لديه حافزية غادي نقولوا بلوز أو موان غولاتيف ستادير سون دي زالاف كي اون دو بوتونسييل كي اون دي روسورس مي غادي نقولوا سون دي لاكسيست بمعنى نوع في نوع من التراخي أو نوع من التكاسل. قلنا أنه هاد النوع من المتعلمين سوفون سون دي زانتيليجون مي عندهم اهتمامات متعددة. يمكن كيهتم بالبارسا، متابع الرجاء، متابع الوداد، متابع دي جو فري فاير جو سي با دي جو الكترونيك ماشا و سوفون أن لاتونسيون اي لينيرجي ديالو الي حتى غادي نقولوا كتجرها هاد الاهتمامات هادي اللي كتخليهم احيانا ما كيركزوش مع لابرونتيساج وبالتالي اون دوا لي سوكوي مره اون دوا لي سوكوي مره استادي خصنا ندفعوهم دفعا نحو الاهتمام بالتعلم. ثاني انهم كينخرطوا معنا في العمليه التعلميه لواحد المده عاوتاني وانهم سرعان ما ينصرفون الى اهتماماتهم الاخرى ونحتاج دائما الى هكا دو لي سوليسيتي دونك سي اون سوليسيتاسيون دونك خاصنا دائما نديروا لهم هذا الاثاره الف لي سوكوي بور لي رماتر دون لابرونتيساج. كاينه الفئه الثالثه هي الفئه اللي في واقع الامر انها لا تمتلك القدرات ولا الموارد بمعنى انها تعاني من بعض الصعوبات المتراكمه اما لكون ان المتعلم في فتره معينه ما اكتشفش الموارد الضروريه اللي غادي تخليه ينخرط في عمليه التعلم او لاعتبارات نفسيه او اجتماعيه التي شكلت بعض الصعوبات التي جعلته انه يعاني بشكل من الاشكال في الانخراط في عمليه التعلم. هؤلاء التلاميذ في واقع الامر حتى ولو كانت لديهم الرغبه وغالبا انه غادي يلقاو انه كاينين بعض التلاميذ لديهم الرغبه فعلا في الانخراط في عمليه التعلم ويحاولون الانخراط ولكن لا يمتلكون الموارد التي تؤهلهم بمعنى ما عندهمش لينيرجي ما عندهمش لي كاباسيتي اللي تخليهم بيستدير داك لو كابيتال ا انفيستير في عمليه التعلم ما عندهمش. ومن جهه اخرى ما تلقاوش سند من جهه الاساتذه او المدرسين لكون ان المدرسين عاوتاني كاين اقراءات المقرر كاين الاكتداد في الفصول اكسيتيرا ما يمكنش لانه حتى التلاميذ هادو خاصهم اون اتونسيون بارتيكولير سيتادير سبيسيال وبالتالي انه خاص الاستاذ يكون انه كيعتمد على لا ديفيرونسياسيون بمعنى انه باش يعطي لهذوك التلاميذ فرصتهم ولكن لاعتبارات متعدده جدا انه ما سيحصلوش على الفرصه ديالهم وبالتالي انه بار لي سويس ايل فون ديكروشي توتالمون. المساله اللي خصنا نعرفوها هنايا هو كون ان المنافسه هي اساسا هي وضع المتعلمين في سباق. المنافسه لا كونكورونس هي واحد لو كونتكست ديال ان كورس بحال ان كورس ان كورس اللي كنحطوا فيه المتعلمين على اساس يوصلوا لواحد لا ريكومبونس واحد الجزاء
لواحد النتيجة معينة. دونك هنا غادي نلقاو بأنه المنافسة دائما خاصها اون ريكومبونس. اللي خصنا نعرفوا أنه في المنافسة أن المنافسة تستدعي السرعة، لأنه شكون اللي سيكون فائز في هذه المنافسة؟ الذي سينجز المهمة قبل الآخرين. دونك المنافسة دائما تستدعي مبدأ السرعة، لا فيتاس، لا رابيديتي. هنا فاش نقولوا أن المنافسة كتستدعي السرعة، وحينما ترتفع سرعة الاشتغال أو إنجاز مهمة ما، أنه كترتفع فرصة الغلط والخطأ. يلفو أتر توتا في كونسيون دو سا. بليسكون مي لي زالاف أون كومبيتيسيون، غادي يولي عندنا واحد اون رابيديتي، اون فيتاس d'exécution. Alors, lorsqu'il y a une vitesse élevée d'exécution, c'est ce que les chances d'erreur sont élevées. Donc, là, il faut être vigilant. Mais à l'autre, c'est que كيدخل يسانفيستي، لان ليغو هو دائما يكون وراء القلق، وراء التوتر، وهو اللي كيدفع داك النوع من الشراسه، نوع من المبارزه مع الاخرين، لان الهدف الاساسي ديال ليغو هو نزع الاعتراف. وفي المنافسه انه الى جانب ديك لا ريكومبونس اللي كنشدو، تيكون اون اوتر ريكومبونس مورال، اللي هو اننا ننزع الاعتراف أو ننال اعتراف الآخرين على أننا أقوياء، على أننا أحسن منهم. دونك ليغو هنا كيخدم، تتولي اون تونسيون، تولي كاين التوتر. هناك أمر آخر، هو حينما ننظر إلى المنافسة من زاوية لينوغوسيونز، غادي نلقاو انه حينما نضع التلاميذ في وضعيه التنافس، غادي نلقاو عندنا دو سيرفو كي ترافاي، كي فون فونكسيوني بواحد لا مانيير بيزار. غادي نلقاو بان المنافسه نورمالمون انها كتحرك لو سيرفو، غادي نقولوا ريبتيليان ولا لو سيرفو كلاسيك، لان هذا لو سيرفو اركايك هو اللي تيكون تقوم، لأن مبدأ الصراع، مبدأ حماية الذات، مبدأ المنافسة مع الآخرين، إكسترا، هادو نوازع غريزية في هاد لو سيرفو ريبتينيان، لو سيرفو أركايي. وعندنا لوتر سيرفو، هو لو سيرفو لامبيك، اللي هو الدماغ الوجداني أو الشعوري، اللي غادي نلقاو فيه واحد المجموعة ديال المشاعر مثل الكراهية، مثل الحقد، مثل القلق، إكسترا. دونك هادو سون دو سيرفو اللي كيتحركو بواحد الشكل كبير. دوطون بلوس ان المنافسه انها كتدفع الدماغ وتدفع الجسم ككل الى افراز هرمونات. اولا ان الجسم في المنافسه انه محتاج لاندرينالين ومحتاج لدوبامين، والى جانب هذا انه كيفرز واحد الكميه كبيره جدا من هرمون ديال لاكتيزول ديال لو ستريس. وهذه كلها غادي نعتبروا سيرتو لاكتيزول انها ستان هرمون، هرمون لي توكسيك. دونك هذا غادي ياثر بواحد الشكل كبير على الاداء الفيزيولوجي، الاداء الكيميائي للجسم والجهاز العصبي ككل. هنا غادي نلاحظوا بانه ان المنافسه على المستوى النفسي ايضا انها كتفرز واحد المجموعه ديال المشاعر اللي غادي نعتبروها سلبيه، منها الشعور بالقلق، الشعور بالتوتر، اللي غادي تفرز ايضا واحد المشاعر اخرى اللي هي ذات طبيعه انانيه. سي ليغو فا فونكسيوني تري بيان. دونك ليغو هنايا اما غادي يكون ان ايغو لي تريونفون الفائز، وبالتالي غادي يكون واحد ليغو لي بلوز او موان مغرور، لان الفائز غادي يحس بواحد النوع من الزهو، واحد النوع من الفخر، واحد النوع من الغرور.
والذين لم يفوزوا في هذه المنافسه غادي يكون عندهم ان نيغو لي هوميلي، بمعنى ان انا اللي مصاب بالاحباط ويشعر بالدنيا، وبالتالي هاد الانا الفائز غادي ينظر الى الاخرين نظره استعلاء، سيكون ضحيه شعور بالغرور. الذين خسروا في المعركه انهم سينظرون الى انفسهم نظره سلبيه ونظره دونيه. لذلك لابد من إشارة إلى أمر أساسي، هو كون أن المنافسة بالنسبة للأطفال أنها غير محببة إطلاقا. لماذا؟ لكون أن الأطفال لا يفهمون مبدأ المنافسة، وغالبا أن المنافسة بالنسبة إليهم هي معركة، هي معركة مفتوحة، وبالتالي لا يمكن الحديث على منافسة شريفة، ليست هناك منافسة شريفة إطلاقا. هذا مجرد وهم، هذا مجرد تبرير زائف نقدمه لأنفسنا. حتى بين المقاولات ليست هناك منافسات شريفة، حتى في كرة القدم ليست هناك منافسة شريفة، حتى وأننا نجهد أنفسنا على أننا نقوم بمنافسة شريفة ظاهريا، ولكن باطنيا أي في دواخلنا دائما هناك مشاعر سلبية، مشاعر عدوانية مقنعة. والحال أنه بالنسبة للأطفال أن هذه المنافسة بالنسبة إليهم هي نوع من الصراع، حتى ولم يأخذ صبغة صراع مباشر جسدي، ولكنه سيخلف في دواخلهم مجموعة من المشاعر السلبية. الأطفال لا يفهمون المنافسة ولا يقدرون على استيعابها، أن غالبا تولد فيهم مشاعر الإحباط، مشاعر القلق ومشاعر التوتر. لهذا فالأطفال لا يقدرون ولا يستوعبون نفسيا ولا ذهنيا مبدأ المنافسة، ولا بد من تجنيبهم هذه المنافسة. لذلك إجمالا سأقول بأن مبدأ المنافسة هو في واقع الأمر هو مبدأ تقليدي، مبدأ كان معتمدا في البيداغوجيات التقليدية. أما في البيداغوجيات الحديثة ف تم on peut dire que la concurrence est totalement bannie. علاش؟ لأنه في البيداغوجيات المعاصرة أو الحديثة ما بقيناش كنتحدثوا على التعلم الفردي. Les pédagogies classiques, on parle de l'apprentissage comme un axe individuel, c'est-à-dire chaque élève apprend à son propre compte. ولكن في البيداغوجية المعاصرة كنتحدثوا على لي كومبيتونس، واللي كيهمنا اساسا هو il faut préparer l'enfant à devenir un citoyen qui travaille dans une société pour un bien en commun. هذا لو بيان ان كومون او هذه المصلحة العامة كتقتضي ان يكون عملية الإنتاج وعملية الإبداع هي عملية جماعية وعملية تشاركية. هذاك الشيء علاش كنلقاو بأنه parmi les compétences essentielles في le marché du travail actuel هو cette capacité ou la compétence de travailler en équipe. Le travail en équipe. Bon, هذا le travail en équipe compétence اللي غادي نقولوا بأنه داخلة في le savoir-être plus le savoir-faire. هاد لا كومبيتونس خاصها تربى، خاصها تربى اولا من المدرسه. هذاك الشيء علاش انه الى مشينا للمقاربات البيداغوجيه الحديثه للتعلم، ومشينا للسوسيو بنائيه، بمعنى مشينا للسوسيو كونستركتيفيز، ومشينا لا سوسيو بيداغوجي نورمالمون دو لابرونتيساج، غادي نلقاو مثلا سواء مشينا عند ماكارينكو، سواء مشينا عند فيغوتسكي، سواء غادي نلقاو بانه عندنا تصور جديد للتعلم، باعتبار ان التعلم هو فعل جماعي، التعلم ستاناكت كوليكتيف، لانه لا يتعلم متعلم بمفرده، وانما هناك فصل، هناك ان كوميونيتي دابرونتيساج، ان كوميونيتي دابرونون، دونك توت اون كلاس كي ابرون، دونك لي زالاف ابرون كوليكتيفمون. دونك التعلم اصبح فعلا جماعيا اجتماعيا،
وبالتالي بدينا كنتحدثوا على سكون ابل لابرونتيساج كولابوراتيف. هذاك الشيء علاش انه parmi les principes de la pédagogie moderne هو ان لي زالف ils doivent travailler en groupe. C'est-à-dire خصهم يخدموا على اون تاش وهاد لا تاش اللي كومبلكس وبالتالي انه خصهم يتعلموا انهم يوزعوا الادوار بيناتهم ويخلقوا واحد لا كومبليمونتاريتي. هاد لا كومبليمونتاريتي ولا هاد العمل التشاركي هو فيه بزاف ديال الفوائد لانه فيه بريميرمون ايديوكي ولا الفي لا 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 لو كوتي سوسيال لو كوتي كولابوراتيف هذيك كوم دي فالور لا كولابوراسيون التعاون بدل التنافس الفردي. دونك لو كوتي كوليكتيف مقابل سكي انديفيديوال هذا من جهه. من جهه اخرى كاين لو برينسيپ دو لا كومبليمونتاريتي. هاد لو برينسيپ دو لا كومبليمونتاريتي هو انه كل تلميذ عنده ذكاء خاص به ماشي كاع التلاميذ عندهم نفس الذكاءات. دونك ان جروب راه سيتادير ان انسومبل دانتيليجونس ان انسومبل دو بوتونسييل ديفيرون. بالتالي انه خصنا نخلقوا لا سينيرجي سكون ابل لا سينيرجي بمعنى انه مبدا التكامل. دونك من جهه اخرى انه عنده فوائد على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي لانه الى اعتمدنا على التعلم الفردي بمعنى انه كل متعلم سيعتمد على قدراته الذاتيه. اذا كان المتعلم لديه قدرات وهو متفوق هذا انه سيظل متفوقا بارزا راك في البرزه ولا في العماريه بارز. ولكن بالنسبه للتلميذ ذوي القدرات المحدوده سيغرق في ضعفه سيغرق في فردانيته الضعيفة وبالتالي سيشعر بالدونية وسيكون موسوما بالضعف. ولكن إذا ما خلقنا مجموعة متكاملة بمعنى أن ذلك التلميذ الضعيف يشتغل مع تلاميذ آخرين ذوي قدرات متوسطة وذوي قدرات ووفق مبدأ التكامل لأن هنا الأساتذة خصهم ils doivent instaurer un climat positif dans la classe اللي مبني على التكامل على الثقة على التعاون. صافي خاصنا اون بيداغوجي بوزيتيف. هنا غادي نلقاو بانه هذاك التلميذ ضعيف في وسط المجموعة وكيلقى انه عنده مكان وكيقوم بواحد المهمة على بساطة انه غادي يشعر بانه الى اوتيل وانه كاين ان سانس dans l'appartenance ديالو في القسم مع الزملاء ديالو. دونك هنا كان بحال كنعطيو اون فالور لي زالف دون مانيير لي كوليكتيف. دونك هذاك الضعيف الا درناه في وسط تلاميذ اخرين غادي نلقاو بانه il sera utile. ولكن هنا سيبقى الاساتذه انهم ils doivent superviser هاد لي جروب دو تال فاصون ان لا 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 تكون واحد لامورال واحد ليتيك دو ترافاي اون جروب اللي بعيده على الاقصاء وبعيده على التهميش. وبالتالي خصهم ال دو انستوري دي برينسيپ دو لونتريد تعاون المساعده القبول والتقبل بين التلاميذ pour instaurer le climat social d'apprentissage collectif libre de tout le bout de la compétition. لأن المنافسة بالنسبة للأطفال الصغار c'est très toxique. Très toxique. وبالتالي كل ما اعتمدنا على مبدأ المنافسة أننا كنحرقوا هذوك الوليدات نفسيا لأن ما يقدروش على المنافسة. المنافسة تحرق حتى الكبار حتى الأساتذة إذا وضعناهم في وضع المنافسة فيما بينهم راه سيكتشفون بأن مبدأ المنافسة هو مبدأ خطير وسام على المستوى النفسي وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية. لذلك بدل المنافسة يمكن أن نحفز التلاميذ بطرق أخرى.
لأن الغاية الأساسية هو أن ينخرط المتعلمون في العملية التعلمية وأن تكون نتائج مرضية. في واقع الأمر أننا لسنا مطالبين بتحفيز المتعلمين تحفيزا خارجيا، بمعنى ما محتاجينش موتيفاسيون اكسترنسك سواء كانت إيجابية أو سلبية، لأن هناك طريقتان لتحفيز المتعلمين، إما أن نعيدهم بنقاط ولا غادي نجيبو ليهم دي جوائز ولا غادي نجيبو ليهم دي شوكولا ولا جو سي با دي بونبون pour les pousser à travailler. هادي غادي نقولو بلوز او موان بوزيتيف مي سي كورومبو، ولا انه غادي ندفعوهم بلي سانكسيون، سيتادير غادي نديرو داك لو سيستيم ديال بافلوف، سيتادير غادي نديرو اون سانكسيون دونك عقوبات. في كلتا الحالتين اننا سندفعهم الى الانخراط في عملية التعلم سواء دون مانيغ بوزيتيف سواء دون مانيغ نيجاتيف، مي ليسونسيال سي دو لي بوسي. دون تو لي كا ما خصناش نعتمدوا على هذا النوع من التحفيز. علاش؟ لانه مشروط، وحنا كنعرفوا بانه التحفيز المشروط هو علاش تسمى مشروط، لانه مشروط بشرطه، بمعنى انه نهار ما غاديش يبقاو النقاط ولا نهار ما غاديش نعطيو لي بونبون ما غاديش تكون الاقبال على التعلم، نهار ما غاديش تكون لا سانكسيون ما غاديش يوقع الاقبال على التعلم. بمعنى بحال فاش كندفعوا الناس انهم يحترموا لو فيغوج حقاش كاين البوليسي فرونبوا، نهار ما غاديش يكون البوليسي حتى واحد ما غادي يحترم لو فيغوج. داكو دونك ما نمشيوش لا موتيفاسيون كونديسيونال او الكونديسيونال، نو خصنا واحد لوتو موتيفاسيون. دونك خصنا نعرفوا علاش شنو لي شوز كي موتيف لي زونفون. لي زونفون سون دي زاتر غادي نقولوا ايدونيست ولا ايدونيك. شنو كتعني ايدونيك؟ سيتادير دي زاتر كي شيرش لو بروفيسون دي زونفون براغماتيك. لي زونفون راه يعرفوش المستقبل، نو سو بروجيت با في لافينير. فاش غادي نسولو الدراري غادي نقولو لي بون شنو بغيتي تكون في لافينير، غادي يقولك بغيت نكون بيلوت. وي، ولكن هو راه ما عارفش كيفاش غادي يكون بيلوت وكيفاش شنو يدير بور اتر بيلوت. هو عايز، ولكن لافينير بو لوي ما معروفش. لي زونفون ما كونيس با لافينير، لي زونفون تيعرفو لانستون بريزون. دونك لانستون بريزون بحال اللي يقول فيليب ماريو، لي زونفون ما عارفينش شنو هو اللي دون لوغ انتيري، ولكن هما تيهمهم اسكو لوغ انتيريس اسكو لو بروكور واحد لانتيري ايميديا. شنو هما لي زانتيري ايميديا ديال لي زونفون؟ سي لا جوا. Les enfants ils aiment le jeu. Donc, quand on a un effort pédagogique ou didactique de préparer des situations d'apprentissage, les filles ont le jeu. Les filles ont un plaisir, filment une joie, filment des mouvements, filment le degré de la liberté. Les enfants ils vont intégrer avec les situations d'apprentissage. C'est ce que مش يا خويا بغينا نعرفوا اولا شنو هما لي شوز اللي كيخليو الدراري انهم ما ينخرطوش العمليه ديال التعلم. غادي نلقاو دو شوز دو ريزون برينسيبال. لا بروميير هو كون ان الدري ما كيفهمش، كون ان هذيك لا سيتوياسيون ولا لا تاش اللي قدمنا ليه لي كومبليكي، لو تيكست ما فهموش، ليكزيرسيس ما فهموش، بالتالي ان لونفون طون كو هو ما كيفهمش ما غاديش ينخرط معاك. هذه مساله منطقيه. مساله اخرى هو كون ان لونفون لي زونفون اون جينيرال سون سونسيبل مع لونوي، الملل، الروتين. الاطفال عندهم واحد الحساسيه رهيبه مع الروتين، خاصهم الجديد، خاصهم شي حاجه لي باسيونونت محفزه، شي حاجه جديده، ان شارج توجور لا نوفوتي. دونك كل ما حيدنا الروتين من الوضعيه التعلميه، كل ما انه مكننا التلاميذ من الفهم، غادي نلقاهم انهم كيخرطوا في العمليه ديال التعلم. دونك الى زدنا درنا مبدا التبسيط، وهنا غادي نهضر على لي برينسيپ بيداغوجيك اون جينيرال سون دي لوا، لانه لو بروميير برينسيپ سي لو برينسيپ دادابتاسيون، انه هذيك الوضعيات التعلميه اللي كاينه في البرنامج خصني نكيفها مع الواقع ديال المتعلمين اللي عندي، خصني جو دو فير ان افور بور ادابتي. ولونفو كل ما لقى ان الوضعيه التعلميه ان قريبه منه من الاهتمامات ديالو من الواقع ديالو، انه تيبغي يعرفها باسكو يل سو فوا دون لا سيتوياسيون. دونك مبدا ديال لادابتاسيون، ميمكنليش انا نخدم هذاك الشيء اللي في الكتاب المدرسي كوم الي، سي با جوست، يل فو فار ان افور دادابتي. و
وهذا سي ان برينسيپ بيداغوجيك اللي كاين حتى في التوجيه التربوي. il faut faire l'adaptation. d'autre part il faut alléger les enfants sont des êtres qui sont fragiles. donc on ne peut pas هكا نتقلو عليهم دي تكست كومبليكي طوال بوكو دو كيسيون بوكو ديكزيرسيس بوكو دانفورماسيون نو سي با جوست il faut alléger. وكل ما خففنا كل ما خففنا هذاك لو كونتوني وكل ما خففنا وهذه غادي نلقى بان لي زالاف بيف سيبورتي غادي نخالطو. لو ثروازيام برينسيپ سي برينسيپ دو لا سامبليفيكاسيون. il faut toujours simplifier les choses simple وخفاف وادابتي التلميذ كيفهمهم وكيقدر يستوعبهم وفي هذيك الحاله تيقدر ينخرط فيهم. لوتر برينسيپ سي فار امي خصنا نحبوا لابرونتيساج. اشنو هي نحبوا لابرونتيساج؟ هي il faut mettre de la joie, il faut mettre de l'humour, il faut mettre de l'amour dans les situations d'apprentissage. ونبعدوا كل يسن على مبدا المنافسه ونعطيو واحد لا سيكوريتي, نعطيو واحد لاسيورونس, نعطيو واحد لا بروكسيميتي. خصنا نكونوا تري بروش لهاد لي زونفون. اون دو لي راسوري, on doit les faire sentir qu'on est là pour les aider. Ou khassom ya'rfou bi annahou hnaya ma'ahom men ajlhom bach ynalou fursthom haqiqiya fi at-ta'allou. Ou na'tihom jami' ad-damanat 'ala annahom yinjahou najah mawdou'i ou najah haqiqi. Ou on doit plus que ça respecter. Je leur ai dit, c'est le principe de la pédagogie de Montessori, respecter les lois naturelles de l'enfant, respecter sa personnalité, respecter sa manière de penser, respecter son rythme. Voilà. Donc, on a mis احترمنا بعض هذه القواعد هذه, غادي نكونوا اننا ضمننا واحد النوع من الحافزيه الذاتيه المتعلمين. ومره اخرى اقول بانه يجب ابتعاد كل انسان على مبدا المنافسه لانه مبدا كلاسيكي تقليدي اللي ثبت دراسات علميه على انه له نتائج وخيمه على المستوى النفسي والمستوى الاجتماعي بالنسبه للاطفال. الى هنا اشكركم على انتباهكم, ومره اخرى ادعوكم الى الاشتراك في القناه و دعمها حتى نستمر في العطاء, وشكرا.